الخير. مساء الخير إليك أليكس. مساء الفل إليك أكيد ولكل اللي عم بتابعونا. أهلا وسهلا فيكم. صندوق الدنيا وسيلة ترفيه بتربط الناس بالناس والناس بالخيال. كانت هذه الطريقة منتشرة أيام زمان، وصندوق الدنيا اللي من خشب كان فيه عدسة وشبابيك صغيرة اللي بيتذكروا أو شافوا بالأفلام القديمة. كانت الناس تشوف من خلاله صور الناس وقصصهم وحكاياتهم أو المدن والحروب، وكان بيشغلوا الحاوي أو الراوي. وكانت هالطريقة للترفيه في صندوق الدنيا للتعليم. كان في سحر وجاذبية عجيبة غريبة، لأنه بينقل حكايات الناس وحياتهم بين الواقع والخيال. وهذه يا أليكس وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. حقيقة رجعتينا شوي لأفلام أيام زمان، يمكن إحنا ما لحقنا صندوق الدنيا، ولكن كان من أجمل الأشياء اللي ممكن الواحد فعلا يأخذ شهقة كتير كبيرة إذا بيشوف هالصور اللي بتنعرض على صندوق الدنيا. وسائل التواصل اليوم تشبهه، وهي فعلا وسيلة ممتازة منقدر ندب باب أي شخص بدنا نتواصل معه. قربت كتير من الأشخاص الإبعاد اللي ممكن ما بنقدر نوصلهم، مساعدت كتار يقدروا يوصلوا للعالمية، ودارت بناس حول العالم وهم قاعدين ببيوتهم. خلتنا يمكن نحصل على معلومات بدنا نقرأ مراجع كتير حتى نقدر إنه نعرفها، لكن وجودها الدائم بحياتنا بين إيدينا لارا خلانا ما نشوف حتى القريب للأسف إلا من وراء الشاشة. صحيح. وما نستمتع باللحظة إلا إذا صورناها. افتقدنا الضحكة الجماعية والأحاديث الحميمية، وخلتنا يمكن نقارن حالنا بأشخاص ما منعرفهم ولا منعرف عن حياتهم إلا اللي بنزلوا على مواقع التواصل. ما منقدر أكيد نستغني عن مواقع التواصل، ولكن حتى نعرف كيف نستخدمها بشكل صحيح ونستفيد منها ونفيد الآخرين، ما نستغني عن حياتنا. يبنية. تابعونا بحلقة جديدة. حلقة اليوم من كوني أنت. خليكم معنا، يسعد مساكم. عالمنا مليان بالتحديات والفرص، والكلمة الطيبة مع الفكرة الصادقة أعظم مسؤولية. صناع المحتوى ضروري يفكروا بمحتوى يرتقي بالعقول ويحفزها. وفي اقتباس لشخصية الرجل العنكبوت الخيالي الفيلم المعروف طبعا، ملخصها بيقول: مع القوة العظيمة تأتي مسؤولية عظيمة. هذا الكلام بنطبق على عالم السوشيال ميديا برأيي، مع تأثيره الكبير اللي عم نشوفه هالأيام. ولأنه كل شيء بترك أثر، فلازم نفكر جديا شو الأثر اللي بدنا نتركه ويصنع فارق كبير في حياة الناس. أليكس، صح. وإحنا اليوم ضيوفنا من الأشخاص اللي تركوا أثر إيجابي حقيقة ومسؤول كمحتوى وكصناع محتوى للسوشال ميديا. رح نتعرف عليكم أكثر ورح نستفيد أكيد إحنا واللي عم بتابعونا. طبعاً نتعرف عليكي صانعة المحتوى سورة اليماني، أهلا وسهلا فيكي. ومعنا أيضاً دكتورة إيمان خلف، أيضاً حضرتك صانعة محتوى. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. صناعة المحتوى موضوع بيستسهله كتار من الناس للأسف، خاصة في عالمنا هذا. صار سهل كتير أي شخص يعمل حساب، سواء بنحكي على وسائل التواصل كلياتها، وببلشوا يا إما يعرضوا يومياتهم يا إما يعرضوا كليباتهم. سورة، واسمحي لي دكتورة أبلش مع سورة. سورة، أنت كان نهجك وخطك مختلف تماماً. قدمتي نفسك، قدمتي شخصيتك وموهبتك، ولكن من خلال فنك. ما خفتي أنه أنا إذا بدي أفتح صفحة وأعمل سوشيال ميديا ضمن هالضجة الكبيرة ونوعية الصفحات المختلفة، أنه يا هل ترى رح تمشي أو لا، تلاقي إقبال أو لا؟ لا لا أبداً ما كنت خايفة، بس كنت مش متوقعة ألاقي هالصدى اللي لقيته حالياً. سورة، طبعاً عشان نوضح، أنت فنانة بالرسم، ما بدي أقول رسامة، أنت فنانة بالرسم ونلتي جوائز كتير عديدة. احكي لي آخر جائزة أخذتيها عن موضوع الرسم بسبب السوشيال ميديا وظهورك الدائم على السوشيال ميديا. اسمحي لي أحكي لك أهم واحدة، لما صنفني اليوتيوب من ضمن أفضل 10 صناع محتوى على مستوى الشرق الأوسط. صح. وشمال أفريقيا. صح
صح. يعني تعليمك للرسم حقيقة أنا من الأشخاص اللي بيستهويني هذا الموضوع وبتابع بهذا الموضوع كتير، لأنه أوقات كتير إحنا زي العين يعني مرات كتير بتشوفي بتقدري تخليها بشكل حقيقي، وإنت عم بتساعدي هالأشخاص اللي عندهم هاي الهواية. رح نرجع لك صورة، ولكن أكيد دكتورة إيمان حضرتك دكتورة وعندك منصة لتعليم اللغة الإنجليزية. نعم من زمان المنصة. نعم أولاً شكراً على الاستضافة. أهلاً وسهلاً فيك. سعيدين أكون موجودة معكم مع سورة اليماني وهي طالبتي كانت في مرحلة الماستر. فخورة جداً. الله. فخورة جداً إني أكون مع سورة وفخورة بإنجازاتها. فخورين فيكي لأن دائماً لولا الأستاذ أكيد التلميذ. وهي ألهمتني طبعاً. إنجازها ألهمني يعني إني كمان إني أصنع محتوى. وحضرتك سألتين عن موضوع المنصة، هي منصة تجريبية في مرحلة البداية، وهي عبارة عن موقع إلكتروني بيستهدف الطلبة اللي بدهم يتعلموا اللغة الإنجليزية ومعلمي اللغة الإنجليزية. هاي المنصة تتكون من ثلاث صفحات رئيسية. الصفحة الأولى هي استخدام الذكاء الاصطناعي في تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية أو اللغات بشكل عام، وأيضاً في صفحة بتتحدث عن مصطلحات اللغة الإنجليزية اللي يعني صعب تعلمها بدون ما تكون في سياق معين، ففي فيديوهات استخدم فيها الذكاء الاصطناعي حتى توصل الفكرة. والصفحة الثالثة هي زي يعني ريسورسز أو مصادر لكل اللي عنده رغبة أنه يحسن اللغة الإنجليزية، لأنه من خبرتي بالتعليم وتواجدي على السوشيال ميديا كتير بيجيني أسئلة عن هذا الموضوع، فهذا ألهمني أني أعمل شيء زي موقع فري للكل انه يدخل عليه ويتعلم اللغه الانجليزيه. كانت يعني هي لسه في مرحله البدايه، لكن كثير راقت الرواج يعني على فيسبوك وفي كثير فيوز للفيديوز، فان شاء الله في المستقبل ان شاء الله حاليا عم يحكي اللغه الانجليزيه. يعني اللي ما عنده اللغة الإنجليزية ومتمكن منها عنده مشكلة كثير كبيرة حقيقة، حتى لو كان يعني شاطر بكل شيء ولكن هو صار متطلب أساسي. بالضبط، هي زي جواز السفر طبعاً. يعني لأي شخص بده يدخل أي مجال لازم يكون عنده لغة إنجليزية طبعاً. بس اسمحي لي دكتورة، يعني مع وجود عدد كبير من المنصات أحياناً وحتى الفيديوهات لأساتذة ومعلمين للغة الإنجليزية، خليني هيك أحكي أنا وياك عن أهم الميزات اللي موجودة على منصتك حتى الطالب يتابعها شو بتتميز. ومعنا طبعاً نعم، أنا أول شيء فكرت فيه اللي هو العرب. يعني إحنا كعرب شخص بده يتعلم اللغة الإنجليزية لأول مرة بيعاني من إنه الفيديوهات اللي بتكون موجودة يعني بيكون صناعها أجانب، بالتالي اللغة اللي بيحكوا فيها شوي ممكن تكون أعلى من مستوياتهم. فأنا كان هدفي بالبداية إنه الناس المبتدئين باللغة الإنجليزية ممكن يفهموا على هذا المحتوى، فكان الفيديوهات معظمها مترجم، يعني هو فيديو وأيضا مترجم وبيستهدف احتياجات العرب. يعني كعرب مثلا في أخطاء معينة باللغة الإنجليزية باللفظ شائعة مثلا بين العرب كنت يعني أركز عليها، زي الفيديو هلا عم بينعرض. بالضبط، الإيديومز كتير فيها مشكلة، لأنه إحنا مثلا يجي الطالب يتعلم ما بيعرف مثلا مصطلح spill the beans. يعني شو يعني spill the beans؟ بعرفش إنه مثلا إله معنى اصطلاحي، مثلا kick the bucket. kick the bucket يركل معناها يركل الدلو، لكن معناها يموت باللغة الإنجليزية. فهاي المصطلحات لأنها صعبة على العرب إنهم بالبداية المبتدئين إنهم يعرفوها، فاللي بيميز فيديوهاتي إني أنا كوني عندي خبرة بتدريس اللغة الإنجليزية أعرف بالضبط إيش. صار عندك مخزون كبير لأنه اللغة ثقافة. بالضبط. والمصطلحات اللي موجودة واللي تحمل معنيين بالزبط. هي بالنتيجة بتدل على ثقافة المتحدث تبع اللغة اللي هو فاهم شو استخداماتها بالزبط. مش مفردة. يعني بمعنى فوكابيولري وقدامها بالضبط معناها. صحيح، معنى محدد. لأنه أوقات لما بتدخلي على جوجل ترانزليشن وللأسف إنه كتير ناس صح. يعني بيعتمدوا عليه بيعطي معنى مختلف. صح. وبالمدرسة أوقات كتير ما بنتعلم يمكن هاي المصطلحات أو هاي الستيتمنت خلنا نقول. لأنه المناهج بتكون كون إحنا متعلمين اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بتركز على الأساسية. صحيح. أمور المتقدمة هاي عادة بياخذوها بالجامعة. ومصطلحات أدبية 100% بتكون أكاديمية. بالتالي المتخصصين أكثر شيء بياخذوها. صحيح. بسرعة. يعني أداء لك يعني أكيد أنت بموضوع الرسم من زمان، ولكن خلينا نحكي كسوشيال ميديا كيف بلشتي؟ ما بلشت زمان كثير يعني يمكن هلأ لما عم بيشوفوا أنه من أفضل 10 صانعين محتوى على مستوى الشرق الأوسط
يعني أكيد كتير أشخاص بيطمحوا إنهم كمان يكونوا مثلك، خبرينا هيك خطواتك. أنا بديت بال2012، بداية ما كان الفيسبوك ترند، بلشت أنشر رسماتي على صفحتي الشخصية ولقيت مدح من الأصدقاء الأقارب الأهل، فعملت لي صفحة لحالي على الفيسبوك مخصصة لعرض الرسم، فكانوا يطلبوني إنه كيف أرسم الإشي الفلاني، بلشت أعلمهم عن طريق صور مصورة. بعدين انتقلت للسناب شات، الإنستجرام، والتيك توك هو اللي طلعني بزيادة بوقت الكورونا لما كان الكل متفضي وحاب إنه يتعلم موهبة جديدة. صح صح. ليش أنت تغيرتي في استخدام السوشيال ميديا وأثرت فيك وأثرتي في متابعينك؟ واليوم إحنا حلقتنا عن المحتوى وتأثير المحتوى. والله أثرت علي كثير من أكثر من ناحية، بس استمريت يعني لحد ما لقيت التفاعل هو اللي أخذتي اللي بدك إياه. أيوة. تحديات هيك بتحسي إيش الأشياء أكتر شيء بيزعجك بموضوع السوشيال ميديا؟ على قد ما هو أكيد بيعطي للشخص وبينشر موهبته، بينشر الشيء والفكرة اللي حابب إنه يوصلها، على قد ما في تحديات كمان. هو التحدي الكبير صناعة المحتوى أنها ما تأخذ، يعني مش إنه فيديو مثلاً مدته مثلاً 30 ثانية هو أخذ 30 ثانية بالتصوير، لا أبداً طبعاً. يعني وراء ساعات شغل وساعات تفكير وساعات تصوير وإنتاج، وخصوصاً لما صار عندي طفلتين صارت المسؤولية أكبر إنه ألاقي وقت أكثر للسوشيال طبعاً. ميديا طبعاً. صح. انت طبعا بترسمي الخطوات، يعني حسب ما اذكر وبعرف وشفت طبعا من جديد فيديوهاتك، انت بتعلمي الرسم، فبترسمي الخطوات يعني ايش بيقولوا بمبدا 1 2 3 4 حتى توصلي الفكره. خفتي من انه محتواكي ما يكون في عليه اقبال لانه محتواكي بده ناس عندها هاي الهوايه؟ فكيف لعبتي دور انك انت وصلتي هاي الهوايه وحببتي الناس فيها؟ انا بالبدايه كنت اتغلب اني الاقي فيديو خصوصا باللغه العربيه يعلم مثلا شيء معين بطريقه سهله. طبعا احنا بنحكي يعني فيديوهاتك معانا، يعني اذا حبيتي كمان نشوف الخطوات. بدل ما نرسم الجذع على شكل مربعات زواياها حاده، راح نرسم دائره بخط خفيف جدا وننزل من نصها خطين مستقيمين مائلات ملتقيات من الاعلى. وبدل ما نرسم سعف النخيل على شكل اقواس طالع منها اشكال الثمانيه او السبعه، راح نرسم اقواس رئيسيه نحاول ما نتعدى فيها حدود الدائره. لكل قوس رسمناه راح نرسم اقواس سفليه وعلويه ونحاول نمشي باتجاه القوس الرئيسي، وتكون هاي الاقواس على شكل اقواس متلاشيه، يعني أرفع إيدي عن الورقة نهاية القوس ليعطيني نتيجة حادة. وبعد ما نخلص كل الأقواس الرئيسية رح نمسح حدود الدائرة الخفيف. وبالنسبة للجذع رح نرسم أشكال أقواس تتناقص بالطول وبالعرض كل ما اتجهنا للأعلى، ونبدأ بالتضليل تحت كل قوس، وبعدها نظلل الجذع كامل. وممكن كمان نرجع نغمق حدود الجذع الخارجية والداخلية، فتكون هيك النتيجة النهائية. إذا بدنا نتحدث كمان عن نفس السؤال اللي كنا بنحكي فيه، تحديات بموضوع المنصة، يمكن في منصات كتير تعليمية، في أبليكيشن صلعة تعليمية، فأنتوا قديش تحدياتكم بأشياء أخرى، وأيضاً أنكم بتلاقوا شيء جديد تشدوا فيه الأشخاص اللي بدهم يستفيدوا؟ نعم، تحديات كبيرة، يعني زي ما تفضلت سورة، يعني الوقت والجهد اللي يعني بنحتاجه حتى نعمل الفيديو هذا تحدي كبير، لكن الفكرة هي الأساس، والجيل الحالي يعني ما عنده صبر، يعني احنا كلنا ما عندنا هالصبر انه نشوف فيديو اكثر من دقيقة، خصوصا اذا ما كان إشي جاذب بالبداية. فالتحدي انه انا اعمل فيديو قصير وبنفس الوقت بيوصل فكرة، وهاي الفكرة المتلقي هو بحاجة لها. فأنا كنت دائماً شو عم بفكر، يعني بحط حالي مكان الطالب أو المتعلم أو أي شخص ما عنده أي باك جراوند أو يعني خلفية عن اللغة الإنجليزية، شو الإشي اللي بيهمه أكتر إشي يتعلمه؟ المصطلحات اللي بدهمه بالحياة اليومية. أنا حتى كنت أحياناً إذا صار في مناسبة معينة بنزل الفيديو حسب المناسبة، يعني بعرف إنه الناس هلأ مهتمين، يعني يعني مثلاً حتى يكون مرجع للناس، حتى يكون مرجع يعني بهاي الفترة الناس شو اهتماماتها اللي هي القبولات الجامعية. يعني طب أنا بدي شوي قبل ما يفوتنا الوقت بدي أحكي على الواقع الافتراضي، عن الذكاء الاصطناعي، وبدي أعرف منك سورة ومنك دكتورة كيف
وظفتوا الذكاء الاصطناعي، واكيد ما بيفوتكم يعني ما بنقصكم لا الذكاء ولا الخبره انكم توظفوا هذا النوع اللي احنا مقبلين عليه بقوه في عملكم. وبلش معك سؤال تفضل. هسه بالنسبه مرات انه ما تجيني فكره معينه لايش راح اعمل الفيديو الجاي، ممكن اكتب على الذكاء الاصطناعي انه فكره محتوى يطلع لي اقتراحات اخذ منها. إجابة سريعة وبيعطيك اقتراحات على الموضوع سهل. دكتورة هلا أنا المنصة اللي يعني اشتغلت عليها هي أصلاً من أحد مواضيعها توظيف الذكاء الاصطناعي في التعلم والتعليم. فأنا كان موضوع أساسي بالنسبة لي، وكان من أحد أهداف المنصة أني أثقف الناس وخصوصاً المعلمين إنه كيف أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي هم بسموه، اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي بيصنع الفيديوهات بيحول النص لفيديو. يعني أنا ممكن أحكي له اصنع لي فيديو عن موضوع كذا، بيصنع لي فيديو مثلاً عروض تقديمية برضو، أعطيه أوردر معين بيعمل لي عرض جاهز. ممكن كمان إذا عندي أنا كتير عندي طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم تحدي بصري، هلا بيستخدم الذكاء الاصطناعي بس بكل سهولة عشان يحول النص لصوت. تعرفي دكتورة كنت من كم يوم عمالي بتطلع على فيديو شخص مختص ما بيحضرني اسمه هلا، ولكن كان بيتحدث عن موضوع الذكاء الاصطناعي وانه الذكاء الاصطناعي انه كان في مفاضلة، هل هو ممكن لانه سهل زي ما قبل شوي كانت عم تحكي سرعة لو كتبنا كلمة مثلا بيعطينا عليها مقال. فكان عجبني كتير شرحه، قال لا هو ما بيكسل الأشخاص ولا بيكسل الطلاب، هو بيعطيك مجال إنك تبدع لأنه بيعطيك فكرة ممكن منها أنت تفتح أفاق أكثر. فكانت الفكرة حبيت يعني حقيقة شوي اقتنعت مش كتير. أنا اقتنعت كتير لا لأنه بشعر أوقات وأكيد يعني بحترم رأي كلارا بس بشعر إنه إحنا زي ما مرات كتير بنتعدى لنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية للأسف الشديد، كمان ممكن نكسل ونعتمد عليه. هو الفكرة صح رائعة وجميلة إنك هو أنت الشرط أليكس إنه ما نعتمد على الفكرة اللي قدم لنا هذا المحتوى الفيديو، إنه لا هو زي كأنه يعني بيخليك تفكر خارج الصندوق. شكراً هذا وإنت شيء تكمل. رائع، ولكن إنه أوقات كتير ممكن كتير أشخاص يعتمدوا على اعتماد كتير كبير. عشان هيك يمكن بوجه أوقات كتير رسالة للمعلمين، في من المعلمين بحترم فيهم هذا الشيء بقولوا لك أنا بدي تجيب لي المصدر كمرجع ولا مش تعتمد اعتماد كامل على موضوع الانترنت وتستسهل الفكرة وتكسل. سورة يمكن كمان إليك رسمة لسمو ولي العهد. خلينا نشوفها. جميل يا الله، يعني الصورة بتنطق حقيقي رائع. شاء الله عليك. واو واو، شفت كأنها صورة فوتوغرافية مش رسم صح؟ رائع رائع. بالختام بدي أشكرك دكتورة إيمان خلاف. إن شاء الله بتمنى لك التوفيق بالمنصة لأنها راح تكون من المنصات الرائعة والجميلة والمفيدة جدا للجيل أكيد الجديد وللأجيال كمان الموجودة واللي حابة إنها تستفيد. فيعني تحياتنا لك موفقة. وسورة سورة اليماني أيضا كل التوفيق لك. إن شاء الله المزيد من المتابعين المستفيدين من هاي الموهبة الجميلة. إن شاء الله. دكتورة بس ذكرينا باسم المنصة. هو موقع إلكتروني ما له اسم. أوكي. يعني هو بس يعني عم بيشوفنا كيف يبحث عنه. هلا بيبحث إنه دكتور إيمان الخلف teaching English using artificial intelligence. Thank you. أنا لسه تجريبية. شكراً 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 مزيد من التوفيق. رح ننتقل أيضاً لفقرة من الفقرات المهمة واللي بنقدر أكيد نستلهم منها العديد من الطاقة الإيجابية، فقرة الطريق. بتعرفي وإحنا عم نحكي ومع إنه أنا حاضرة معك ومع الضيوف ومع يعني الاستوديو كنت عم بتطلع على الإكسسوار اللي موجود عندنا بالاستوديو وهو شجرة الحياة وقديش يعني وإحنا عم نحضر لفقرة الطريق قديش يعني الحياة مش سهلة صح. والإنسان يعني بده يشتغل كتير حتى يطلع شيء يعكس يمكن شخصيته وأفكاره ويلاقي طريقه في النجاح. وهكذا كانت صح. ضيف الطريق طبعا المهندسة هيلينا النجار. نجار نشوفها ونرجع.
دانا النجار، أصغر خبيرة جيولوجية في مجال الصخر الزيتي في الأردن، درست هندسة تقنيات الفضاء في الصين. طبعا اللي جذبني دراسة تخصص هندسة تقنيات الفضاء هو أن التقنية الآن أصبحت جزء لا يتجزأ من الواقع، وبالتالي تقنيات الفضاء صار عندها القدرة أنها تتيح لي دراسة أي موقع في العالم دون زيارة الموقع باستخدام صور الساتلايت عالية الجودة أو الدرون، فبصير عندي القدرة عن الكشف عن الثروات أو الكشف عن الآفات أو حتى تحقيق التوازن البيئي باستخدام التعلم العميق وتسخير أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء المختلفة. ودمجت بين شغفي وحبي لتقنيات الفضاء حتى أني أتعلم تقنيات تكنولوجيا الفضاء. أنا كأم متزوجة وعندي توأم، وازنت بين حياتي الأسرية وحياتي كأم مع حياتي المهنية، كان تحدي كبير كتير، لكن حققت التوازن من خلال طبعاً دعم المحيطين فيا، دعم عائلتي، دعم زوجي، دعم عائلة زوجي. لكن في الحقيقة واجهت تحديات كبيرة، من ضمنها كانت فترة الكورونا. دراستي للماجستير كان فرق التوقيت بين الأردن والصين 5 ساعات، كنت محاضراتي الساعة 1، امتحاناتي الساعة 4 الفجر، كان لازم 8 الصبح يكون عندي دوام ليوم تاني. فبدون تحقيق التوازن كان صعب كتير أنه أكون أم بوازن بين تربية أطفالي وبالإضافة أحقق النجاحات والإنجازات والهدف المنشود لمسيرتي العلمية والمهنية. فكل الدعم بعتبره كان كنت محظوظة فيه بدعم عائلتي والمحيطين فيه وأسادتي، بالإضافة لدعم الشركة اللي بعمل فيها. طبعاً بفضل الله خلال مسيرتي العملية حققت العديد من الإنجازات. كانت في بداية عملي طورت مهارات كثيرة، اكتسبت مهارات متعددة ومختلفة. طبعاً بفضل الله كنت أصغر أردنية وصلت لمنصب مدير الجيولوجيا والتعدين، وخلال مسيرتي برسالة الماجستير طورت أداة وهي أول أداة في العالم اسمها الإيكو بروسايت. هاي الأداة هي بتحقق أو بتقيس صافي الإنتاجية الأولية بالعالم كامل بدقة 10 متر. الحمد لله حصلت على أفضل رسالة ماجستير، حصلت على عدد كبير من الجوائز، وكنت الموظفة المثالية لعدد كبير من السنوات. وصلت مناصب متعددة مختلفة واكتسبت فيها مهارات متعددة. كل عمل اللي يكون فيه تحديات وخصوصا في البدايات، يعني طبعا انه يكون انا عندي شابة في مجالات مختلفة زي الجيولوجيا وتكنولوجيا الفضاء، كان اكبر تحدي لي اني اثبت نفسي في بيئة كانت شبه تقليدية. فكان واجب علي اني انا اطور عدد كبير من المهارات واكتسب عدد كبير من المهارات حتى اوصل او اتجاوز هذه التحديات. لكن بفضل ايماني بنفسي وقدراتي وتعزيز دائما مهاراتي وتطويرها، كنت عندي القدرة أني أتجاوز أي تحديات أو مشاكل بتواجهني في العمل. فأنا عندي قناعة أنه كل إنسان عنده إيمان في نفسه وثقة قادر على تجاوز أي صعاب مهما كانت في طريقه. أنا بنصح الفتيات اللي حابين يدرسوا بالخصوص تخصص تقنيات تكنولوجيا الفضاء، نصيحة أنه التخصص صراحة مميز كتير، وخصوصا أنه رح ينقلها من عالم الواقع إلى الغوص في الفضاء، فبالتالي بصير عندها القدرة إنها تكون عند تحليل، بالإضافة إنها عندها القدرة على تطوير خبراتها ومهاراتها في مراقبة أي موقع من خلال العالم، ويكون لها دور فعال، وخصوصا إنه المرأة الآن بدأت تثبت نفسها في أي مجال من المجالات. فبالتالي بيكون عندها القدرة إنها تكون عندها الإدارة على مراقبة المواقع زي مثلا الحرائق، الكشف عن الحرائق وعن القطع غير القانوني، عن الكشف، الاستفادة من ثروات الأردن، كون الأردن من الدول الغنية في الثروات، بيكون لها دور فعال وبصمة. لكن الإشي الأساسي إنه الإيمان بنفسها وعندها القدرة إنها تكون عندها ثقة مطلقة بإنها قادرة دائما على التغيير وصنع بصمة في أي مكان. طموحي المستقبلية طبعا أسست موسوعة الصخر الزيتي الأردني، وبطمح دمجها مع تقنيات تطبيقات الفضاء، بالإضافة أني حصلت على منحة لمتابعة دراسة الدكتوراه في الصين في دراسة تقنيات الفضاء، وبالإضافة أنه بدي أخدم أعزز كل خبراتي وخبراتي وتعزيزها في تطوير خدمة الأردن العزيز. طبعاً طريقي إذا بدي أوصفه كان طريق صعب مليء بالتحديات، لكن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، والإيمان بنفسي وتعزيز قدراتي وخبراتي دائماً بتيح إلي الفرصة أني أنا أتجاوز أي صعاب ويكون الطريق ممهد وسهل أمامي، لأنه أنا دائما الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه وقادر على أنه يغير ويعزز من طور من مهاراته وقادر على تجاوز أي من الصعاب.
يعني شكرا هيلينا. بدي احييها كمان هيلينا من السيدات المبدعات والمنجزات، وكثير تقدمت في مجال الهندسه ومجال كانت يعني في البدايات. بتذكر كمان استقبلناها يمكن في احد البرامج كانت بتحكي عن الصخر الزيتي واهميته، وعملت منجزات كمهندسه فتاه او سيده، يعني صراحه ترفع لها القبعه. بحييك وبقول لك يسعد مساك. اكيد بنحييك وبنتمنى لك كل التوفيق، المزيد المزيد من النجاح والتألق أكيد. وبنقول دائما استخدموا السوشيال ميديا بطريقة صحيحة وقدروا إنكم تستفيدوا منها وكمان تفيدوا. عشان هيك بدنا ننتقل لفقرة حياة. أمل تيف طبعا زي ما عودناكم رح نشوف هالفيديو، لأنه رح تتحدث عن أثر السوشيال ميديا في حياتنا بشكل رائع وجميل. يلا بنشوفها، رح تحكي كلام كثير مهم. نحييك أمل. أكيد. المحتوى اللي بتتفرج عليه بالسوشيال ميديا مهتم فيه بصير يطلع لك أشياء مشابهة لإله. بدي أحكي لك الدراسة إنه الدماغ عنا بيبني دوائر عصبية على شو بيتفرج، فبصير يفكر إنه هاي الحقيقة. أعطيك مثال، البنت اللي كتير متعلقة بشاب، فبصير يطلع لها فيديوز بتحكي عن كيف المرأة تكون ساحرة وكيف إنه تخلي طاردك وكيف ترجعيه، بتدخل بالأبراج وبتدخل بكروت التاروت، والدماغ بيستوعب خلص بيحكي هي صح، هي ما بتعرف انها بتكون دخلت حالها باكتئاب وبدوامة اوهام. نص العلاج النفسي هو مصدر التلقي. بدي ارجع اعيدها، مصدر التلقي. انا من مين عم بسمع ومع مين عم بقعد وشو الافكار يلي عم بدخلها بدماغي، عشان ما ندخل باشي اسمه تحيزات يلي بتمس الالم تبعي وبتعيشني بهذا الاكتئاب. حلقتنا اليوم عن صناعة المحتوى وعن وسائل التواصل الاجتماعي وقديه ممكن نستفيد منها. في كتير من الأشخاص بيحتاجوا كمان إيد تساعدهم ليقدروا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحيح ويقدروا يفيدوا ويستفيدوا. اليوم أكيد معانا ضيفاتنا هياء العزايزة ورعى العساف. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. رح نتعرف عليكم أكثر ونعرف قديش ممكن كمان نستفيد من خبرتكم بهالموضوع. أهلا وسهلا فيكم. اليوم شوفي من ضمن يعني ما أنه حلقة عن المحتوى، شوفي رح نتعلم محتوى جديد من هياء. هياء إيش معنى اسمك؟ هياء. هياء بالهمزة. هياء يعني جميلة الهيئة والمظهر. يا سلام. ما شاء الله عليك. إسم عمومة إسمتكم. شكرا. رائع جدا. أنتوا مثال على أنا برأيي بقول صبايا ذكيات أو أذكياء إذا بدكم عشان نحكي الفصحى. استغليتوا الواقع اللي إحنا فيه، واقع السوشيال ميديا والإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، وشفتوا إنه هذا طريق مهم كثير ممكن تشقوه. خلينا نرجع هيك شوي بشريط الذكريات، ولو انه يعني اعمارهم صغيره. وبلش من الخطوه في اليوم الاول، كيف بلشت الفكره وين رحتوا اتجهتوا؟ هلا يعني بالبدايه انا تخصصي هندسه عماره. يا سلام. وروان شريكتي وزميلتي هندسه زراعه. بسم الله عليكم. يعني بعاد كثير عن هذا الفيلد اساسا احنا. كثير. ودراستكم صعبه يعني جدا. سهل. بس زي ما قلتي احنا يعني شفنا ايش الاحتياجات الموجوده بالسوق وبالوقت كمان صح. يعني فاشتغلنا على هذا الموضوع بوقتها احنا. كيف بلشت القصه معكم؟ كيف بلشت؟ هلا هي بدايه، انا روان كانت قبلي بالمجال، كانت بلش شغل بشركه معينه بالسوشيال ميديا. طبعا روان بلشت لانه انا مهندسه زراعيه. أوكي. خلصت دراستي. قعدت مو لاقي شغل. طيب بدي اضلني قاعده وانه حط ايدي على خدي. حط ايدي على خدي. لا احط بوستات على الفاضي. لا طبعا انا بعمل لحالي الفرصه. حلو. يعني ما راح استنى الفرصه لحالها تيجيني. فعن جد بوقتها كل ما ادور على شغل الاقي انه اكثر شيء مطلوب انه حدا سوشيال ميديا. صحيح. فعليا رحت تدربت على هذا الموضوع لحالي، يعني ما خليت انه ما رحت عند حدا بالبدايه اني ادرب. انه اروح ادرب عنده. اول شيء اشتغلت على حالي. بعدين كانت في هيئه شباب كل الاردن كانت بتضلها تطرح دورات تدريبية بهذا المجال،
بلشت معهم دورة على دورة على دورة على دورة، وبعدين صرت أصلا هم كتير مجالات كتير دورات مش بس على صناعة المحتوى والتسويق، بمختلف المجالات كانوا بيطرحوهم، كنت أشارك بكل إشي ما بيفيدنا هذا طبعا كثير شو اللي بيفيدنا صح. صح. أوكي. فبعدين بلشت بهذا المجال أولموست صار لي 4 سنين قعدت بشتغل عليه، بعدين التقيت مع حياة بالضبط. أنا تخرجت من هندسة العمارة واشتغلت فيها لفترة، بعدين صارت كورونا للأسف، ففترة كورونا كانت فترة كتير صعبة في مجال الهندسة كمان طبعاً. فصار في قطع شوي في موضوع إنه الواحد يكون فيه فرص عمل كتير تلائم الدراسة اللي درسها، فصار في عندي برضه هيك قاعدة شوي، وصراحة مش حابة يعني حابة أضلني أتابع، وعندي خلفية شوي ببرامج بتتماشى نوعا ما مع السوشيال ميديا. فتعرفت على روان بالشغل، هي هون الصدفة اللقاء بيناتنا، حظها كثير كان حلو ومن بعديها حظين ببعض صراحة. ومن بعديها روان هيك شوي كانت انه دربتني، يعني انا صحيح عندي خلفية على البرامج بس نفس الوقت السوشيال ميديا هي عالم واسع واسع جدا، وبدك كثير في من التعامل، مجالات بدك تفوتي فيها وبدك تتعاملي مع الناس. ودخلنا مع هيئة شباب كنا الأردن، يعني صرنا نحضر معهم دورات، اول دورات كانت على السوشيال ميديا، وبعد فترة صرنا نفوت بمجالات ثانية لانه السوشيال ميديا ما بتقتصر بمجال واحد او بشيء معين. ومن هون انطلقنا أنا وروان وفتحنا شغل مع بعض وصرنا نشتغل على صار تخصصكم هو إنكم أنتوا تقدروا تدلوا الناس كيف يقدروا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ويستفيدوا منها. طب إحنا اليوم بمهمك تعرفي، فإحنا اليوم جايبينكم نستفيد منكم يعني إحنا مش بنصنع المحتوى لحالنا، إحنا بنصنع المحتوى للناس. تمام بالضبط. شو الأخطاء اللي بيوقعوا فيها كتير من الأشخاص اللي بيكون عندهم فعلاً محتوى وجيد جدا نوعا ما برأيهم، ولكن ما بيقدروا يوصلوا بهذا المحتوى لعدد كبير من المتابعين؟ يمكن ما بيكونوا عم بيقدروا يعكسوه بطريقة، يعني بتقدر تحاكي المشاهد بطريقة مباشرة، يمكن طريقة صحيح. عكسهم للمحتوى ما تكون صحيحة. هذا هو أهم سبب إنه ليش ما بوصل المحتوى تبعهم. يعني بسطيلي إياها يعني شو بيقول يعني أعطينا السر من الآخر. يعني في لغة عشان أنت تحاوري المشاهد تبعك. أنت المفروض كل بزنس بالدنيا أو كل شخص بيكون في لغة بيحاور فيها المشاهد تبعه. اوكي بسطتها ولا لسه؟ اوكي فانا هلا انت بتعرفي مين مشاهدك، بتعرفي شو كاتيجوريز تبعونه. اوكي لو كان مثلا البيزنس فئات العمريه فئه عمريه شو الشيء اللي بحب يسمعه، شو الموضوع اللي بدي احكي له اياه، انا حابه انزل ستوري شو الشيء اللي بدي يسمعه هلا بهذا الوقت، بوقت مثلا بساعات الليل مثلا، يعني مثلا بعد الشغل هاي دوشة كتير يعني مش سهلة كتير يعني انت بدك تعطي محتوى كتير جذاب ومفيد قصير، وخلينا نحكي نوعا ما يكون يعني يستلهم. هل فعلا الجمهور عاوز كده زي ما بقولوا؟ يعني اكيد انتوا مفروض تعرفوا الجمهور فعلا. صحيح. الجمهور بده هيك اذا عم نحكي قاعدين عن في بعض الاشياء طبعا. لما تكون بالذات محلات تجارية مش اشخاص عم نصنع محتوى لمحل تجاري مو اشخاص، بيكون بده هيك كثير يعني. يعني في مرات بنضطر احنا نمشي فيه على خطتين، يا اما خطه العميل نفسه بدنا نعكس فكرته رسالته وظيفته الإشي اللي عم بيقدمه المنتج، حتى ممكن ما يكون عميل، احنا مضطرين نمشي انه احنا بدنا نعكس هذا الإشي بالسوشيال ميديا، بس في نفس الوقت انا ما بقدر اتغاضى عن الجمهور اللي رح يحضر هذا الإشي او الترند اللي نازل عندنا هلا، يعني لازم انا اعمل دمج ما بين هاي الفكره وهاي الفكره، ولكن بطريقه مسؤوله طبعا. نقدر انه نرتقي فيها بالمجتمع. صحيح. مش انه للأسف الشديد نقلل من قيمتها. احنا سمعنا كلامهم، لا يعني ممكن اوقات هيك ننزل شغلات تكون فخ لجذب طبعا هاي تركات اصلا كسر اللوغاريتمات تبعون الفيسبوك. تمام. طيب بدنا احنا لانه بنحكي على الجمهور اليكس وبنحكي عن السوشيال ميديا، واحنا عندنا فقره ماذا لو، وعندنا سؤال الحلقه هاي كان بيقول ماذا لو اختفت مواقع التواصل الاجتماعي فجاه من حياتنا؟ خلينا نشوف احسن شيء، خلينا نتعرف على بعض. عن جد هو طبعا لانه بتاخذنا كثير من بس بعض. هيك روان وهي بطل عندهم شغل بطل يشتغل معهم، بس الشيء الجميل انه هم عندهم اسلحه
مهندسين بيقدروا يشتغلوا بشهادتهم وبيقدروا انهم يكملوا فيها ما بيعتمدوا اعتماد كامل. انا هذا يمكن واحد من الاشياء اللي بحب تكون موجوده بالاشخاص. واحده من اكثر الامور والاشياء اللي بتمنى حدوثها لانها خربت اشياء كثير، يا ريت نرجع لحياتنا الطبيعيه الحلوه رغم استحاله الامر. طيب والله يا ريت، والله يا ريت، لانه صارت مواقع تباعد مش تواصل، الواحد بيكون قاعد مع الناس وكل حد حاطط راسه بتليفونه، يا ريت لو بنستخدمه صح. نعم، في اجابه ثانيه، والله لازم نريح شوي بيني وبينك. يلا في كمان، يا ريت يا ريت كل النت ينقطع مره واحده. سهلة ما تدفع الفاتورة. آخر إجابة يا ريت تختفي ونرجع بدون تمثيل ونفاق. يعني كل الإجابات بتقول إنه للأسف الشديد مواقع التواصل الاجتماعي، بديش أقول يعني بدهم إياها تختفي، بس يمكن لعدم استخدامنا لإلها بشكل صحيح، لأنه بتوقع كل الأشخاص اللي كتبوا هاي الإجابات ما بيقدروا إذا شحن تليفونهم قرب يخلص بصيبهم فوبيا. أيوة. حتى يقدروا يرجعوا لمواقع التواصل. يعني أعطينا بشكل سريع بس هيك سر من أسرار الانتشار في مواقع. سر هيا سر هيا سر يلا. بنجيب أسرارك. بنجيب أنتي. طيب إنه كيف نستمر إحنا بالتواصل الاجتماعي؟ أوكي. كيف ننتشر وننجح أكثر؟ أهم سر أنا بالنسبة لي الصبر بالسوشيال ميديا. صح. عن جد لازم الواحد يكون كتير، ما في إشي بالسوشيال ميديا بيصير بيوم وليلة. يعني ممكن الترند بيصير لفترة، بس إذا استمرارية بدك يكون عندك كتير طولة بال وصبر على المحتوى اللي أنت عم تعمليه. حبيت روان نكون حقيقيين ونطلع بصورة حلوة قدام الناس. صح. مش هذا بنجح، هو نجاح يعني ديمومة. صح. مش نجاح إشي مؤقت وبس. صح. وأكيد ما نستخف يعني بأنفسنا أبداً. أبداً حتى نحقق طبعاً النجاح اللي كنا عم نحكي قبل شوي منه وعم نستغرب منه. كل الشكر لكم هيا عزايزي وروان عساف. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا على الفقرات الحلوة هاي. أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير. سلموا سلموا. شكرا. يعني بالنهاية بدي أسألك أليكس، هلأ لو أنت حاملة فنجان القهوة وحدا خبط فيكي شو بيصير؟ بيندلق القهوة والأبيض، مشكلة كبيرة. غلط. شو بيصير؟ اندلقت القهوة لأنه الفنجان فيه قهوة. بس لو كان الفنجان فيه عصير أو فيه شاي أو فيه مي كان رح يندلق إشي تاني. صح؟ طبعاً. ومن هذا المنطلق هذه هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي الوعاء أو الكاسة أو الفنجان. تمام. اللي إحنا عم نختار شو نعبيه. طبعاً. وشو يكون فيه وشو نقدم. طبعاً. وكل شيء بيطلع من هذا الوعاء أو من هذه هذا الفنجان أو من هاي الكاسة هو الشيء اللي بيعكسنا، وهو الشيء طبعاً اللي بدنا الناس تذكرنا فيه. طبعاً. يعني كلامه لأروع صراحة، زي ما بيقولوا كل إناء بما فيه ينضح. حقيقة كان للأسف وصلنا للنهاية والحديث. صحيح. يطول، ولكن وقتنا انتهى. كل الاختراعات والأفكار الجديدة سخرت لمنفعة الإنسان، هذا شيء أكيد بنقدر إحنا كلياتنا نجزم عليه. كبسة زر بتوصلنا لأي معلومة، بتخلينا نتواصل مع أي شخص بنحتاجه، بتطفي أوقات كتير نار الحنين والشوق مع الأحبة المغتربين، بتعرفنا على دول حابين نزورها في يوم من الأيام. ما في أحلى من هيك حقيقة. صحيح. صحيح. ولكن بس تذكروا ما تخلوا كبسة هالزر تفصلكم عن عالمكم الحقيقي. قاعدة مع العيلة بتخلي الضحكات تكتر، وحديث مع الأصحاب بيخلي الكلام يحلى. وتذكروا اللحظة اللي بتعيشوها ما رح تنحفر بالذاكرة حتى لو ما نزلناها على السوشيال ميديا. ومتابعتكم لشخص مهمة جدا وهي اللي بتعطيه هاي الأهمية اللي ممكن يكون ما بيستاهلها. بس تابعونا. انتبهوا. طبعا انتبهوا مين اللي بتتابعوه. ولا تخلوا مواقع التواصل الاجتماعي تغيركم. فيدوا واستفيدوا، بس كونوا مسؤولين بكلمتكم وبطلتكم. كلام رائع. وتصلحوا على ألف خير.